بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين ان شاء الله. في الشابتر ده هنتكلم على passing parameter between task flow. انا عندي already دي page، البيج دي فيها ال employee زي ما احنا شايفين كده، sorry department، معلش المسميات نفسها بس كانت فيها غلط. عندي view هنا، ال view ده اسمه department، بغير اسمه. الدبت ده بمنتهى البساطة بيروح لتاسك فلو، بيطلع منه نافيجيشن كيس بيروح لتاسك فلو تاني. التاسك فلو ده فيه راوتر، والراوتر ده من خلاله بوصل لحاجة من الاتنين، يا ايديت يعني يا اما هايديت ديبارتمنت اللي انا كنت واقف عليه، يا اما هعمل ايه كريت نيو ديبارتمنت. الراوتر اهو بمنتهى البساطة بيقول لي الديفولت بتاعه هيكون ايه، هقول له الديفولت بتاعه اللي هو مثلا ايديت، يبقى هو ده الديفولت. وطبعا هيبقى فيه حاجه تانية اللي هي هتروح للنيو. طيب ايديت او نيو ده هيكون بناء على ايه؟ هيكون بناء على فاليو واصله من هنا، يعني المود ده هيتنقل فاليو معينه تروح للراوتر، وبناء عليها الراوتر هيفهم ان هو هيوزع على الايديت او هيوزع على ايه، على النيو. تعالى كده نشوف نعمل الكلام ده ازاي. هاجي هنا بمنتهى البساطة، هاجي على مستوى التاسك فلو ده اللي هو الباوند تاسك فلو، وهقول له هنا اوفر فيو عندي حاجة اسمها بارامتر، وهقول له انا هعمل بارامتر هنسميه ايه، سميه اي حاجة، هنسميه مود. ده هيكون جواه المود ده ايه، هيكون جواه الكيس نفسها، نافيجيشن كيس. والنافيجيشن كيس دايما بيجي على هيئة سترينج، يعني نيجي هنا نقول له edit، نقول له هنا string، نختار جافا دوت لاين دوت string. جافا بتلاين دو سترينج نقول اوكي. طيب الفاليو بتاعته بيقول لي الفاليو بتاعته هيبقى اسمها، هتبقى على نفس المسار ده ان هي هتكون بيج فلو سكوب دوت مود. كده انا عملت الايه، عملت البارامتر. يبقى البارامتر عندي النيم بتاعه اسمه مود، والفاليو بتاعته هتبقى بيج فلو دوت مود. ده الـ argument أو الـ parameter. طب الراوتر ده هيودي حاجة من الاتنين، يا إما هيودي edit يا إما هيودي ايه، new. طب هيودي new، الـ default بتاعه خلاص إن هو هيروح على ايه، على edit. طب تعالى كده على new نعمل الـ outcome بتاعها. أجي هنا أقول له يروح للنيو لو expression builder خدت اسم ال argument ال parameter اللي هو page flow. طبعا ال value بتاعة ال argument المتغير نفسه او ال parameter قلت له page scope flow scope dot mode. تمام، لو هو equal equal new يبقى هيروح على ايه، على new، وقول اوكي. يبقى انا كده خلاص ظبطت له الايه، القصه بتاعه الراوتر، يا اما هيروح للايديت يا اما هيروح للنيو. بناء على ايه؟ بناء على بارامتر معين انا معرفه على مستوى التاسك فلو ده. البارامتر ده نفسه او اللي انا معرفه اللي اسمه مود هياخد الفاليو بتاعته منين؟ هياخد الفاليو بتاعته من ده، يعني من نافيجيشن كيس اللي اسمه مود، هيروح لهنا محمل بفاليو معينه. تمام، اوكي. الفاليو دي هتروح للمود، يا تملاها تروح ناحيه الايديت، يا تروح ناحيه الايه، يا تروح ناحيه النيو. طب الكلام ده ازاي؟ عايزين نشوفه.
اجي هنا المود ده نفسه اوريدي البوتوم الشاشه هنا المفروض النافيجيشن كيس بتاعها في حاله الايديت هيروح للمود وفي حاله النيو هيروح للايه للمود. بس عايز في حاله الايديت يكون بيحتوي على زي فاريبل كده او فاليو توضح ان هو كده ده الايديتنج، وفي حاله النيو توضح ان دي ايه حاله المود. تعالى هنا طبعا في الاكشن هيروح ناحيه المود، وفي الايديت برضك نفس القصه، في النيو قصدي هيروح ناحيه المود. طيب بس قبل ما يروح للمود يكون بيحتوي على فاليو معينه تمام توضح ان ده ايديت، وده يكون بيحتوي على فاليو معينه توضح ان ده ايديت. طب نعمل دي ازاي قبل ما يروح؟ يعني ايه اكشن ليسنر؟ فهاجي هنا رايت كليك واقول له انسيرت انسايد بوتوم اي دي اف فيست، وفي عندي حاجه اسمها سيت اكشن ليسنر. هنسمي ده edit وهاجي هنا هقول له page flow scope dot m. ده زي ال variable كده اللي بيحتوي على كلمة edit، يعني أنا بقول له لو جالك edit هتروح للإيه؟ لل m. طبعا الكلام ده between ال bracket، لأن أنا بكتب هنا ايه expression language. معلمتلهاش قبلها وقلت ال okay. نفس اللي انا عملته ده يا جماعه هاجي هنا بردك على البوتوم التاني واقول له set action listener insert inside bottom edf facet، واقول له set action listener ونفس الموضوع هنكتب expression builder برضه. واقول له هنا hash قوسين واقول له نيو واقول له اوكي، وفي نفس الموضوع واقول له ام. يبقى انا هنا هيخرج عندي في حاله الايديت تمام في فاريبل او قيمه اسمها ام تمام اوكي، ودي محمله بنيو، ولو داس على الايديت هيبقى الام ده بيحتوي على الايه؟ هتقولي على طول هيحتوي على الايديت تمام. ويقوم رايح للتاسك فلو ده، التاسك فلو ده عنده حاجه من الاثنين، يا الايديت يا النيو. ايديت لان الام بالايديت هيروح ناحيه الايديت، لا ان هي بالنيو هيروح ناحيه الايه النيو. هتقولي اوكي ماشي هايل قوي، طب هو دلوقتي ازاي يتعرف على الفاليو اللي اسمها الام دي؟ هيتعرف عليها ازاي؟ هقول لك بمنتهى البساطه، هتجيلي هنا على التاسك فلو كول ده نفسه، عندك حاجة اسمها parameter، عندنا حاجة اسمها input parameter، جيت هنا فعلا على ال input parameter، في هنا بيقول لي ال input parameter اسمه mood، اقول له ماشي اه تمام اسمه mood فعلا، ده جاي له حاجة اسمها mood، وهقول له ده بيجي من task من page flow scope dot ام، يعني المود ده بياخد الفاليو بتاعته من الام. طب الام دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها حاجه من الاثنين، يا ايديت يا ايه يا اما نيو. بس كده ده المثال بمنتهى البساطه. تعالى كده نرن ونشوف فعلا سيف. انا واقف دلوقتي على قسم الماركتنج ودوست على الايديت، رحت فعلا على الايديت زي ما احنا شايفين هو على الماركتنج، واقف هنا قلت نيو
هيروح يسمع في كريت انسرت ويروح في الايه في النيود. ده كده بمنتهى البساطة يا جماعة المثال. بكده نكون اوريدي خلصنا موضوع الباسنج بارامتر between beach. السلام عليكم ورحمة الله.